على الهاتف مباشره معنا الدكتوره اسماء مجدي. خلينا نتعرف منها على رحلتها في العمل، ازاي بدات من العمل التطوعي وازاي نجحت في هذه المبادره، وبعد كده انتقلت من العمل التطوعي لمنصب مهم وهو نائب رئيس مدينه بني سويف. اهلا بيك يا دكتوره. صباح الخير عليك مصطفى، وصباح الخير على كل المشاهدين. اهلا وسهلا. خلينا في الاول نتعرف على رحلتك، ازاي بداتي في العمل التطوعي اللي احنا سمعناه، وازاي ده ساهم في انضمامك لمبادره ساهمت بعد كده في وصولك لهذا المنصب التنفيذي. هو انا بدات العمل التطوعي من اول الجامعه، كنت من ضمن اتحاد طلاب شباب جامعه الازهر. بعد ما اتخرجت بدات في كتير من الجمعيات تطوع. بعدها اطلق الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف مبادره اسمها بني سويف بشبابنا. المبادره دي كانت شقين، مبادره تاهيل وتمكين والمجلس الاستشاري. انا كنت احد اعضاء المبادره التاهيل وتمكين. اتمكنت مساعد متطوع لرئيس قريه بياض العرب. بعدها الحمد لله اشتغلت واثبتت كفاءه. بعدها تم انتدابي من مقر عملي الاصلي للعمل في الوحده المحليه لمركز مدينه بني سويف. حلو. بعدها تم ترقيتي لمساعد متطوع لرئيس مركز ومدينة بني سويف، إلى حين تم تكليفي نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف. جميل جدا. رحلتك من العمل التطوعي لمنصب انت بقيتي ملتزمه فيه، اعتقد ان علشان تبقي تكلفي بمنصب زي ده لازم تكوني كنتي ملتزمه جدا وقت عملك التطوعي كمان. كنا ملتزمين جدا بالتدريب قبل ما ننزل الاول العمل التطوعي، وبعد كده كنا ملتزمين جدا بالشغل المكلف لينا من المحافظه واحنا متطوعين. اي طب ايه اللي خلاكي تاخدي خطوه زي دي؟ يعني خطوه صعبه ولها مشقه كبيره جدا، واحنا بنعرض التقرير شفنا لك يعني صور وانت واقفه في وسط العمال وهم قاعدين بيشفطوا الميه، يعني حاجه صعبه ومش سهله على اي حد ان هو يبقى متواجد فيها. هو الفكره من الاول انت حابه ايه؟ انا حابه ان انا اكون جزء من سياسه الرئيس عبد الفتاح السيسي في تطوير الجمهوريه عامه، فانا كنت حابه جدا ان انا اكون جزء من العمل التنفيذي وان احاول اطور محافظتي. فاول ما جات لي الفرصه ما ترددتش نهائي ان انا اكون جزء منها وان انا اشارك وان انا اساعد بكل يعني بكل اللي انا اتعلمته في خبرات التطوع اللي فاتت وانجح معاهم في المبادره دي. طب انت اسماء استفدت ايه من 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 عملك التطوعي في البدايه علشان توصلي للعمل التنفيذي؟ ايه اللي اهلك من ده علشان تبقي شاطره في العمل التنفيذي من الجانب الاخر؟ هو التاهيل دي من ايام الجامعه، من ايام اتحاد الطلاب، وان قد ايه احنا اكتسبنا خبره العمل التنفيذي والعمل التطوعي على مستوى مصغر. بعدها طبعا الجمعيات اللي احنا شاركنا فيها وشفنا قد ايه التطوع ده حاجه مهمه وحاجه اضافه للمكان اللي احنا بنروحه. بعدها طبعا مبادره تاهيل وتمكين، المبادره دي هي نقطه. معاكي احنا معاكي حضرتك. اتفضلي. ايوه يا فندم. كملي يا استاذه اتفضلي. تمام. ايوه يا فندم. مبادره تاهيل وتمكين كملي. تمام. ايوه. هل سمعانا؟ سامعني يعني واضح ان أيوة. في مشكله في الصوت. طيب خلينا نتكلم اكتر عن قد ايه الناس بتتحول من منصب تطوعي لمنصب تنفيذي، ده بسبب المجهود الكبير اللي بيتعمل وبسبب المجهود الكبير اللي بيبذل. اعتقد ان البدايه كان في اهداف من وراء الخطوه دي، يعني فكره تحويل التطوع يا مصطفى وترتيبه بشكل معين، وده اللي يمكن اللي حصل في السنوات الاخيره، ان زمان كانت الناس بتبقى بتنزل مره مرتين تتطوع وخلاص وتبقى مروحه كده وهي حاسه ان هي خلاص ضميرها يعني تمام ومستريح وكل حاجه، لكن لما ابتدى يحصل نوع من انواع الاستثمار في المتطوعين، تدريبهم وتاهيلهم بشكل كبير، اعتقد ان ده فرق في شكل التطوع وفرق كمان في الخدمة المقدمة للمتطوعين وكمان للناس أو المجتمع اللي المتطوعين بيشتغلوا فيه. الدكتورة أسماء رجعت معانا من جديد، اتفضلي دكتورة أسماء. أهلا وسهلا بيكي. أهلا وسهلا بحضرتك. كنا بنتكلم عن أهدافك من وراء خطوة التطوع وبعدها بقى من خطوة قبول العمل التنفيذي
في كنائب لمدينة بني سويف. تفضلي قولي لنا بقى عايزة تعملي ايه الفترة اللي جاية. هو انا ان شاء الله اول ما اتكلمت نائب رئيس الوحده المحليه لمركز مدينه بني سويف تم توجيه لي ملفات. الملفات دي انا بشتغل عليها. ملف تجهيز المرحله الثانيه من مبادره حياه كريمه لمركز بني سويف، واتكلمت تاني من مبادره اي مبادرات تطوعيه او مبادرات نقدر يخدم بيها المحافظه. كنت من ضمن الملفات برضه اللي اتكلمت بيها كان ملف الحدائق وملف المراكز التكنولوجيه داخل مركز بني سويف. هايل. يعني انت شايفه ان في فرصه حقيقيه للشباب في الجمهوريه الجديده ان هم لو عايزين يعملوا حاجه هيقدروا يعملوا حاجه؟ لا ده في فرصه كبيره جدا. احنا كمان كمحافظه بني سويف احنا يعني الحظ الاكبر من تمكين الشباب. احنا عندنا مصاحف شباب، عندنا نواب شباب نقلوا تجربتهم لينا، مكنوا شباب محافظه بني سويف ان هم يحاولوا يطوروا من محافظتهم وعطوهم نفس الفرصه اللي هم خدوها من السيد الرئيس. يعني هم الفرصه بتاعتهم بداوا ينقلوها لنا عندنا. فانا يعني بنصح اي شاب في اي مكان ان هو يحاول يشتغل ويحاول يثبت نفسه، لان دي اكتر وقت احنا واخدين فيه فرصه كشباب. اكتر كلها هنلاقي محافظ شاب، وزير شاب، نائب شاب، نائب رئيس مدينه شاب، رئيس مدينه شاب. فاحنا واخدين الحمد لله فرصه كويسه جدا. كويس قوي. طيب الفتره اللي جايه جنب الملفات اللي انت شغاله عليها، اعتقد ان انت خلاص بقى ما عندكيش وقت كتير قوي للتطوع، لكن من فتره للتانيه هل بتحاولي ان انت تعملي حاجه للجروب القديم اللي كنت بتشتغلي معاهم المتطوعين، بحيث ان انت تبقي برضو بتحاولي تبثي كده روح التطوع في المنطقه المحيطه بيكي؟ لا، هو انا مش مخيره بالنسبه للتطوع. انا التطوع ده يعني حاجه كده احنا مولودين بيها بتكبر معانا. انا بالفعل اتطوعت في المجلس الاستشاري الدور النقابي الثالث، وماسكه دلوقتي ممثل محور التنميه المحليه، بساعد الشباب المبادره التاهيل وتمكين المرحله الثانيه اللي اطلقت بالفعل. الشباب دول موجودين على ارض دلوقتي بيشتغلوا. فالتطوع ده في حياه الناس، حياتنا كلنا لازم تبقى يعني وقت حتى لو احنا مش فاضيين. اكيد. كل التوفيق ليكي وكل الشكر ليكي دكتورة أسماء مجدي، نائب رئيس مركز ومدينة بني سويف. شكرا على مجهودك المحترم، وشكرا ان انت يعني عاملة كده ضوء كويس في مدينة بني سويف، المحافظة او المكان الموجود في صعيد مصر وبيحتله مكان كبير جدا له، في مكان للشباب وللمرأة الاثنين مع بعض في نفس الوقت. صحيح.